شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم. وروى العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في المجلد الثاني من البحار عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. قبل أن ندخل في متن الموضوع، لا بأس أن نتعرض إلى بيان مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أن كل شيء نشاهده يستند في وجوده إلى علتين. العلة الأولى هي العلة الموجدة. ما هي العلة الموجدة؟ العلة الموجدة هي التي تعطي للشيء كيانه، وتعطيه ذاته، وتعطيه وجوده. كل هذه الأشياء التي نشاهدها لم تكن في يوم من الأيام، هذا البناء لم يكن في يوم من الأيام، أنا وأنت لم نكن في يوم من الأيام، هذه الكلمات التي أنطق بها الآن لم تكن موجودة قبل لحظات. هنالك علة تخرج هذه الماهيات من مرحلة العدم إلى مرحلة الوجود. هذه العلة تسمى بالعلة الموجدة، ولكن
هل العلة الموجدة وحدها تكفي؟ إذا توفر للشيء علة موجدة، عامل أعطاه الوجود، هل يغني ذلك وحده؟ الجواب كلا. الشيء يحتاج إلى علة ثانية، وهذه العلة الثانية هي العلة المبقية. لا يمكن أن نأخذ الموجود ونضعه في دائرة التحقق وينتهي كل شيء عند هذا الحد، هذا ما يكفي. لا بد أن توجد علة ثانية تبقي هذا الوجود، تحافظ على هذا الوجود، لأن نفس الملاك الذي احتاج به الشيء إلى العلة الموجدة بنفس الملاك يحتاج إلى العلة المبقية. لا يفرق الوجود والبقاء إذ لم يكن للممكن اقتضاء. حالة الإمكان، حالة الليسية الذاتية، حالة الفقر الذاتي، هذه هي العلة وراء احتياج الشيء إلى العلة. ونفس هذه الحالة، حالة الفقر الذاتي، حالة الليسية الذاتية، حالة الإمكان الوجودي والإمكان الماهوي، نفس هذه العلل مستمرة مع الموجود، وبسبب هذه الحالة يحتاج إلى علة مبقية كما يحتاج إلى علة موجدة. هذا البناء يحتاج إلى علة موجدة، وهي تلك الحركات المعدة التي قام بها البناء ووضع هذه اللبنات بعضها فوق البعض الآخر. ولكن البناء ينتهي دوره، تأتي هنالك علة ثانية، البناء قد يموت، الذي بنى هذا المسجد بيديه ربما هو الآن رميم تحت التراب. ولكن العلة المبقية، وهي تلك القوانين الدقيقة التي وضعها الله سبحانه في هذا الكون، تحافظ هذا البناء، يمسك السماوات والأرض أن تزولا. بهذه القوانين يستقر هذا الحجر فوق ذلك الحجر ويكون هذا البناء الذي تشاهدونه. بعد هذه المقدمة نأتي إلى ظاهرة الشهادة. ظاهرة الشهادة من أنبل الظواهر في التاريخ البشري كله. أنت تريد أن تعطي دينار، عندك 10 دنانير، تريد أن تعطي ديناراً، صعب، لأن هذا الدينار مشدود بقلبك، تتخلى عن عشر ملكيتك، صعب. أن تعطي دينارين أصعب. أن تعطي نصف ثروتك في سبيل الله أصعب. أن تعطي كل مالك في سبيل الله، شيء لعله لا يوجد إلا في الأفراد القلائل. أن تتخلى عن بيتك صعب. الشهيد في لحظة واحدة بقرار واحد يتخلى عن كل شيء، أمواله كلها تذهب،
زوجته تذهب، بيته يذهب، أولاده يذهبون في لحظة واحدة، يتخلى عن كل شيء ويتخلى عن أعز ما يملك وهو حياته. ماكو شيء أعز عند الإنسان من حياته، ولكن الشهيد يأتي ويتخلى عن حياته وعن كل شيء. ولكن لاحظوا هذا الحديث المروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في بحار الأنوار: يوم القيامة يوزن دم الشهيد مع مداد العالم، فيرجح مداد العالم على دم الشهيد. الشهيد يذهب إلى ميدان المعركة ويقتل في سبيل الله، ولكن العالم يجلس في بيته ويكتب: هذا المداد أفضل من دم ذلك الشهيد الذي يقتل في ميدان المعركة. لماذا؟ سؤال. ظاهرة الشهادة، مو فقط ظاهرة الشهادة، كل ظاهرة في الحياة هل تأتي من فراغ؟ يعني ماكو هنالك عوامل تصنع ظاهرة الشهادة وتصنع بقية ظواهر الحياة؟ نعم، هنالك عامل قبل هذه الظاهرة وهنالك عامل بعد هذه الظاهرة، وذلك العامل هو الرؤية التي يعطيها العالم للأمة. الرؤية التي يعطيها المفيد والكليني والصدوق والمجلس وأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم للأمة. من الذي يصنع الشهيد؟ مداد العالم هو الذي يصنع الشهيد. هؤلاء الذين يذهبون ويستشهدون ليش يرحون؟ لهذه الرؤية التي أعطانا إياها علماؤنا، مو فقط ظاهرة الشهادة، ظاهرة المسجد. هذا المسجد الذي بناه رجل خير رحمة الله تعالى عليه، ظاهرة المسجد من الذي صنعها؟ ليش صاحب هذا المسجد صنع هذا المسجد؟ تلك الرؤية التي كانت عنده هي التي دفعته إلى صنع هذا المسجد. إذن الرؤية أولاً والمسجد ثانياً. الرؤية أولاً والشهادة ثانياً. أنتم لماذا تحضرون في المساجد؟ لماذا؟ الرؤية التي تحملونها هي التي تدفعكم للحضور إلى المسجد. من الذي يعطي هذه الرؤية للأمة؟ مداد العالم، كلمة العالم، موقف العالم هو الذي يعطي هذه الرؤية. إذن العالم قبل كل شيء، والعالم أيضاً بعد كل شيء. صنعنا هذا المسجد، من الذي يبقي هذا المسجد؟ العالم هو الذي يبقي هذا المسجد، وإلا بناء حجر، أحجار بعضها فوق بعض، لا يمكن أن تصنع شيئاً. من الذي أبقى لنا أبا ذر؟ أبو ذر رحمة الله عليه راح إلى الربذة ومات هنالك جوعاً، حقيقة موقف عظيم من أبي ذر، ولكن من الذي أبقى لنا أبا ذر؟ من اللي أوصل صوت أبا ذر إلينا؟
من الذي جعل التشيع في لبنان؟ أبو ذر استشهد في الربذة، ولكن التشيع إلى الآن لا زال قائما في لبنان. الذي زرع النواة أبو ذر رحمة الله تعالى عليه، ولكن الذي أبقى هذه النواة وجعل هذه النواة شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من كان؟ العلماء. اقرأوا تاريخ جبل عامل. جبل عامل خرج لبنان، خرجت مجموعة ضخمة من علمائنا، وجزء عظيم من تشيع إيران الموجود فعلا يبتني على أكتاف أولئك العلماء. من هو الشيخ البهائي؟ من هو والد الشيخ البهائي؟ من هو الشهيد الأول والشهيد الثاني وأمثالهم من العلماء الذين أبقوا هذه الجذوة، جذوة أبي ذر؟ هؤلاء هم العلماء الذين مدادهم أفضل من دماء الشهداء، بنص الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسألة تتناول الحياة العامة للفقهاء. هنالك مسألة ثانية تتناول الحياة الخاصة للعلماء والفقهاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه الله سبحانه وتعالى ويقول له، أو يخاطب بعض أنبيائه: ما سألتكم عليه من أجر. النبي ما إلى طموحات شخصية. الأنبياء، العلماء، الأئمة إذا كانوا يردون يبنون حياتهم الشخصية كان يروح يصير تاجر أو كاسب. الكاسب حبيب الله، والتاجر حبيب الله، والموظف حبيب الله. إذا كان يكد لأجل عياله كان يروح يصير تاجر أو موظف أو كاسب وينتهي كل شيء. ماكو طموحات شخصية. ما سألتكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا. النبي صلى الله عليه وآله البيت اللي كان يعيش فيه 10 نفرات يقفون بجنب الآخر ينتهي ذلك البيت. النبي ما كان يتمكن أن يكون أكبر تاجر. ليش؟ أموال خديجة، وما أدراك ما أموال خديجة. الله تعالى نزل عليه من قبل الله جبرائيل وقال له: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا. النبي أطرق قليلا وقال: أجوع يوما فأسأل الله، وأشبع يوما فأحمد الله. لا، هذه الحياة أحب إلي. وإذا سألكم أجرا فهو لكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا في صالحك، هذا لمنفعتك. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ شيئا منك لا يضع ذلك الشيء في جيبه، وإنما يصرفه لصالح الأمة. هؤلاء هم الأنبياء، وهؤلاء هم الأئمة، العلماء الذين ساروا على منهاج الأئمة أيضا كذلك. دعمناهم أو لم ندعمهم، وقفنا معهم أو لم نقف معهم. الأمة عندما تخلت عن الأنبياء والأئمة من اللي تضرر؟ الأئمة تضرروا،
الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما لم ينصره الناس، من اللي يتضرر؟ الإمام راح وأخذ يزرع، حقيقة يؤسف الإمام، 25 عام في بيته، جليس البيت، ولا يستفاد من هذا الإمام العظيم. أحد الغربيين يقول لو بعث علي في هذا اليوم صلوات الله وسلامه عليه لرأيت مسجد الكوفة ممتلئاً بأساتذة جامعات العالم. هذه الطاقة الإلهية الضخمة خلوه في البيت، الإمام يذهب ويزرع، من اللي خسر؟ الأمة هي التي خسرت، الإمام لم يخسر شيء. ذلك الرجل يدخل على الإمام الهادي أو الإمام العسكري في خان الصعاليك فيبكي لمنظر الإمام، الإمام حجة الله الذي بيده بيمنه رزق الورى في خان الصعاليك، يبكي لحالة الإمام. الإمام يقول لا تبكي، يكشف عن عينه وإذا به يرى البعد الآخر، يعيشون في ذلك البعد الآخر. عندما سجنوا الإمام الهادي لم يدعموا الإمام الهادي، من الذي خسر؟ الأمة هي التي خسرت. ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا في صالحك، في صالح الأمة. عندما نأتي إلى علمائنا الذين ساروا في خط الأئمة تجدهم أيضا كذلك. السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه كان من المفروض أن يدفع المال في كل شهر لإقامة الدين ولإقامة الحوزات العلمية التي تحفظ الدين، ما كان عنده فلوس، يبيع بيته، بيت الشخصي، لكي يعطي هذا المال. واحد منا حاضر أن يبيع بيته لأجل شيء ما ويصبح أسير المستأجرين؟ يبيع بيته لأن ما عنده طموح شخصي، وإنما عنده طموح مبدئي. هذا مو يشكل شخصية حقيقية، هذا يشكل شخصية حقوقية. واحد من العلماء عاش شتاء كاملا في سامراء، واحد من مراجع التقليد، بثوب واحد. احنا ما شايفين شتاء سامراء، شتاء سامراء شتاء قارس، يعيش بثوب واحد شتاء كاملا، والمغريات امامه كثيره، ولكن قال صممت، كل اصدقائه تركوا ما يتحملوا، ولكن قال أنا أتحمل هذا لأجل الله. يعيش بشتاء كامل بثوب واحد، وعندما يحتاج إلى أن يغسل بدنه تعلم وين يروح هو وأبناؤه؟ حمام ما عنده في البيت، ما عنده فلوس متواضعة يدفعها للحمام في الحمامات العمومية، ما عنده، فيذهب إلى الشط، إلى شط الحسينية في كربلاء، ويغسل نفسه في ذلك الشط. هذه طموحات شخصية، أو أنه يتحرك لأجل هدفه ومبدئه. الحقيقة أنا ما أظن في علماء أي طائفة ثانية في كل العالم، أخذوا أي طائفة مسلمة أو غير مسلمة، لا تجدون في نزاهة وطهر ومواصلة وانكباب مستمر على العمل مثل علماءنا، علماءنا الذين ساروا في خط أهل البيت. السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه يريد يكتب المستمسك، ما عنده فلوس لكي يشتري المستمسك الجواهر حتى يكتب، لأن لازم يطالع حتى يكتب، ما عنده فلوس. إيش قد يكلف في ذلك الوقت؟ 10 دنانير، 5 دنانير، ما عنده. يطلب من واحد أنه أعطني الجواهر حتى أكتب.
ذلك الرجل يقول لا أنا أعتذر، أنا لا أعير كتبي لأحد. يقول له زين أنا أجي إلى بيتك وأقرأ الكتاب وأعود. يقول بيتي ما يسمح بوجود واحد في بيتي. لاحظ السيد الحكيم رحمة الله عليه يأتي يقول لزين أجي أقعد بالعقد بالزقاق في حر النجف القاتل، يأتي في الزقاق يجلس ويطالع ذلك الكتاب ويكتب ثم يعود إلى بيته. هل تجدون مثل هذه الظاهرة في علماء أي مذهب آخر أو دين آخر؟ أتذكر في أيام الصواريخ عندما كانت الصواريخ تنهال على قم ولم نكن نعلم ولم يكن الناس يعلمون إلى لحظات إحنا أحياء أو أموات، السيد الوالد حفظه الله كان منكباً على كتابة موسوعة الفقه في ذلك السرداب المتواضع الذي رآه بعض الإخوة، كان يكتب كتاب الآداب والسنن. وإذا تراجعون كتاب الآداب والسنن أكو إشارة إلى هذه القضية. قال له بعض العلماء سيدنا أنت إلى لحظات لا تعلم أنك حي أو ميت، كيف تتمكن أن تجلس وتكتب هذا الكتاب؟ قال لأننا موظفون يجب أن نعمل بوظيفتنا في كل حالة. إحنا موظفون عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يجب أن نتابع هذا الخط إلى النهاية. هذه هي حياة علمائنا، هذه هي مواقف علمائنا. أحد العلماء ما أجيب اسمه ينقل، هو حقيقة عالم كبير وكتب إلى الآن تدرس في الحوزات العلمية، إلى الآن تدرس حتى في الكويت تدرس كتبه، في قم تدرس كتبه، في النجف تدرس كتبه. هذا العالم واحد يقول أنا رحت مع والدي لزيارة ذلك العالم، رحت في غرفة الخاصة مو غرفة الخارجية، يقول قعدنا مع والدي عند ذاك العالم فلاحظت الأطراف، شفت قدر أكو خليها في السقف. أنا تعجبت في غرفة عالم ما تصنع هذه القدر، فأخذت أنظر إليها. يقول هو العالم التفت إلي قال لابد تتعجب أنه ليش هذه القدر موجودة في هذا المكان، هاي ذكرياتي في أيام كوني طالبا، كل شيء ما عندي، كل شيء ما عندي، لقمة عشاء ما عندي. واحد اللي ما عنده لقمة عشاء كيف يطوي تلك الليلة؟ كيف يبيت تلك الليلة؟ إحنا مجربين في أيام رمضان حقيقة واحد ينهك ينهار. فكنت أخرج في الليل عندما تنام العيون وما حد ماكو، أخرج وأبحث في الشوارع لعلي أجد كسرة خبز أو شيء من الطعام. في بعض الأحيان حتى إذا ماكو شيء قشر رقي، قشر الرقي أخذه وأطبخ في هذا القدر وآكله. ماكو طموحات شخصية، وهذا العالم وفقه الله سبحانه وتعالى لكي يصبح علما من الأعلام واسم مذكور في كل مكان، وكلكم لعلكم سمعتم باسمه. ماكو هنالك ما سألتكم من أجر. العلماء الذين ساروا في خط الأنبياء لا يسألونكم أجرا، وإذا سألكم النبي أجرا أو موقفا فهو لكم، لأن هذا ممثل الدين، هذا ممثل الأمة، إذا دعم موقفه إذا وقفت الأمة معه يعني حفظت كيانها واستقلالها
وأصالتها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الكنز. علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.